أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المباشرة على مدار الساعة، ونطل بها بالطبع عليكم من شاشة النيل الأخبار. والموضوع الأساسي ما زال هو العدوان الإسرائيلي على غزة، وبالتحديد المستجدات. أن مدينة رفح الفلسطينية باتت هي يعني محور هذا التصعيد في قطاع غزة، حيث كثفت القوات الإسرائيلية قصفها في الأيام الماضية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة التي نزح إليها أكثر من نصف سكان القطاع. جاء هذا بعد يوم من رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اقتراح لإنهاء الحرب في القطاع، وتحدى بذلك العالم الذي عبر عن قلقه من توسع هذه الحرب. ما هي المخاطر المحتملة لعملية عسكرية إسرائيلية مرتقبة في رفح الفلسطينية، وما هي السيناريوهات المتوقعة لاجتياح بري أو عملية برية مثل هذه، وردود الأفعال كيف تقف أمام استمرار هذه الحرب ومستقبل هذه الحرب؟ كل ذلك وتفاصيل أخرى نتحدث عنها في هذه التغطية المباشرة. لكن نرحب بضيفتنا في الاستوديو دكتور فاتن عوض، استاذ العلاقات الدوليه. دكتور فاتن، اهلا بحضرتك معنا على شاشه النيل الاخبار. بنروح مع حضراتكم مشاهدينا لتقرير فيه المزيد من التفاصيل، وبنرجع تاني نبتدي الحوار مع ضيفتنا في الاستوديو، ابقوا معنا. تحذيرات عربيه متواليه ومخاوف دوليه وامميه من عمليه بريه محتمله على مدينه رفح الفلسطينيه الواقعه في اقصى جنوب قطاع غزه، والتي تعد اخر ملاذ للنازحين بقطاع غزه المحاصر. المجتمع الدولي يشعر بالقلق بعد أن أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجيش بتقديم خطة شن هجوم على رفح، على الرغم من زعمه توفير ممر آمن للمدنيين قبل شن عملية عسكرية في رفح. وتعالت صيحات التحذير من قبل المنظمات الدولية من هذه الخطوة. مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل حذر من أن هجوما محتملا للجيش الإسرائيلي على رفح في جنوب قطاع غزة سيشكل كارثة إنسانية تفوق الوصف. في واشنطن حذر مسؤولون أمريكيون من وقوع كارثة في حال الهجوم على رفح، خشية سيناريو مماثل لما حدث في شمال القطاع. وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أعرب عن قلقه إزاء احتمال شن هجوم عسكري على رفح، مشيرا إلى ضرورة أن تكون الأولوية للوقف الفوري للقتال من أجل إدخال المساعدات وإخراج المحتجزين. وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا حذرت من أن أي عملية عسكرية إسرائيلية كبيرة على رفح قد تجلب المزيد من الدمار للسكان المدنيين. كما حذرت دول عربية من التداعيات البالغة الخطورة لاقتحام واستهداف مدينة رفح في قطاع غزة، وهي الملاذ الأخير لمئات الألوف من المدنيين الذين أجبرهم العدوان الوحشي الإسرائيلي على النزوح. باتت رفح محور الترقب بشأن المرحلة المقبلة مع دخول الحرب شهرها الخامس، وهي تستضيف الغالبية العظمى من النازحين الذين يقيم معظمهم في خيم عشوائية في مختلف أنحاء المدينة وسط ظروف إنسانية صعبة وشح في المساعدات. وعلى الرغم من أنها ظلت في منأى عن العمليات العسكرية المباشرة، لم تسلم رفح من القصف الإسرائيلي الذي أدى إلى استشهاد عشرات الأبرياء وتدمير مئات الأبنية. رحب بضيفتنا في الاستوديو دكتور فاتن عوض، استاذ العلاقات الدوليه. اهلا بحضرتك دكتور فاتن مره ثانيه. وزي الحقيقه ما تابعنا في التقرير ومتابعين على مدار الاربع اشهر الماضيه، كان جنوب قطاع غزه هو الملاذ الامن والاخير لسكان القطاع، طبعا بنتكلم عن رفح. والان بتهدد اسرائيل وبتصر على تنفيذ عمليه بريه واجتياح بري في رفح. يعني راي حضرتك اهداف اسرائيل من هذه العمليه؟ الحقيقه ان اسرائيل اعلنت في بدايه العمليات العسكريه بان هناك ثلاث مراحل للحرب. المرحله الاولى هو القصف الجوي، والمرحله الثانيه كانت اجتياح والعمليات العسكريه في شمال القطاع
ووسط القطاع. المرحلة الثالثة هي العملية العسكرية في رفح الفلسطينية. فده كان واضح بالنسبة للعملية العسكرية بشكل عام، وده اللي أعلنت عنه إسرائيل، على الرغم من طبعا أنها كانت بتعلن على أن لا ده في استهداف لحماس وتعزيز وتحرير الرهائن، لكن احنا شايفين ان في خطه ممنهجه لتدمير القطاع. اولا الاباده الجماعيه للشعب الفلسطيني في غزه، الى جانب كمان يعني الاباده الجماعيه والتهجير القسري، يعني دي خطه ممنهجه طبعا. مرحليا بدات بالشمال، وطبعا تدمير شمال القطاع بالكامل، وتم نزوح اكثر من نصف السكان اللي هو حوالي 1.2 مليون مواطن من الشمال للوسط. وعلى الرغم من اعلانها بان في ممرات امنه، وتم ضرب الممرات الامنه، وبيتم قصف المدنيين العزل وهدم منازلهم. يمكن عدد الضحايا الان اللي وصل لاكثر من يعني ما يقترب من 28,000 شهيد. هناك الكثير ويمكن أعداد مضاعفة تحت الأنقاض. فديت خطة موضوعة وممنهجة وهي مرحلية، تم الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية، وفي الجيش الإسرائيلي بصدد الآن تنفيذ المرحلة الثالثة، وتم التصديق على الخطة باجتياح رفح الفلسطينية. طبعا للضغط على الفلسطينيين طبعا الوصول لآخر ملاذ آمن ليهم في منطقة رفح الفلسطينية، بالضغط عليهم طبعا يا إما الإبادة الجماعية وارتكاب كارثة إنسانية لأكثر من 1,300,000 مواطن فلسطيني، أو التهجير اللي هو المخططي، التهجير لسيناء وتصعيد الأمر وتهديد الأمن القومي المصري الحقيقة، وفرض السيطرة على قطاع غزة، وفرض السيطرة على القطاع، لأن تصفيه القضية على حساب طبعا الدولة المصرية، وده اللي رفضته الدولة المصرية منذ بدء الحرب. وكانت الدولة المصرية واعية قوي وبشكل واضح لهذه الخطة، وده اللي أعلنه السيد الرئيس بأن رفض تصفية القضية بالإبادة الجماعية أو التهجير القسري لسيناء على حساب الدولة المصرية. صحيح. طيب دكتور فاتن، يعني الحقيقة رغم إعلان إسرائيل في الأيام الأخيرة عن استعدادها لتنفيذ عملية برية في جنوب قطاع غزة في رفح الفلسطينية، إلا أنه في أخبار بتتوارد عن مجلس الحرب الإسرائيلي أنه في اختلافات ما بين أعضاء مجلس الحرب، ويعني آراء مختلفة حول هذه العملية، يعني تأثير ذلك يعني برأيك على تنفيذ عملية برية في رفح؟ الخطة تم التصديق عليها وهيتم تنفيذها، ويمكن أعلن نتنياهو كمان أني لا رجعة في تنفيذ العملية العسكرية في رفح الفلسطينية. طبعا حرب بهذه الوضع يعني لم يكن من المتوقع أن تصل إلى يومها شهرها الخامس واليوم 129. طبعا نظرية الأمن الإسرائيلي والعقيدة العسكرية الإسرائيلية بأنها بتعتمد على الحرب الخاطفة، لأول مرة بتدخل حرب بتمتد لفترة طويلة من الزمن، طبعا لها تداعياتها الاقتصادية ولها تداعيات كبيرة على إسرائيل، وفي خسائر كبيرة طبعا، وفي أكثر من 500 جندي إسرائيلي قتلوا في الحرب، وفي خسائر كبيرة في المعدات والآلية العسكرية الإسرائيلية. ولكن نتنياهو مصر على مواصلة الحرب مهما كان الثمن، حتى لو كان في اختلافات في الداخل الإسرائيلي بأن في طرق أخرى لتحرير الرهائن، وهو فشل في تحرير الرهائن. ربما تحرير الرهائن كان وفق طبعا مقترح مصري وجهود دبلوماسية مصرية بالهدنة الإنسانية اللي تمت، وتم تحرير بعض الرهائن وتبادل الأسرى والسجناء. تم تحرير 2 من الأسرى أعتقد في نهاية هذا اليوم، ولكن تحرير الأسرى كهدف استراتيجي أو هدف أولي بالنسبة
لنتنياهو لا طبعا هو فشل فيه، وده بيتهم فيه من الداخل الإسرائيلي بأن الرهائن ليست هو الهدف الرئيسي للحرب. لكن يعني ما يبدو من خلال سيناريو الحرب ويوميات الحرب اللي طال أمدها بأن لا، ده هناك أهداف أخرى وراء هذه الحرب، ربما للسيطرة على القطاع، ربما كمان لتصفية القضية الفلسطينية، وده هيكون هيمثل نجاح وبطولة شخصية لنتنياهو اللي طبعا بيهرب من المحاكمة اللي بتطارده بعد انتهاء الحرب. صحيح، يعني سواء قضايا فساد داخليا في إسرائيل أو حتى بالضبط. ملاحقة دولية بسبب جرائم الحرب في غزة. إضافة إلى أن الممر مهم، القطاع مهم جدا، يمكن في أهداف اقتصادية كمان. الممر الاقتصادي اللي تم الإعلان عنه، اللي نتنياهو أعلن عنه السيطرة على القطاع في خدمة تنفيذ مشروع الممر الاقتصادي اللي هيمر من الهند عبر دول الخليج وصولا الى اسرائيل، الى جانب كمان السيطره على حقول الغاز الفلسطينيه قباله سواحل غزه. طيب دكتور فاتن، يعني بالاضافه الى الاختلافات في الاراء داخل مجلس الحرب الاسرائيلي، ويعني حضرتك شايف انه ده لن يؤثر على الاصرار في تنفيذ عمليه بريه في رفح الفلسطينيه، لكن هناك ايضا تعارض في المواقف او الرؤى بين الاداره الامريكيه والحكومه الاسرائيليه في الايام الاخيره. يعني كيف ينعكس ذلك أيضا على هذا العدوان وهذه الحرب وعلى المشهد في الأيام القادمة لتنفيذ عملية برية كما تعلن إسرائيل؟ طيب، يمكن قبل ما أجاوب حضرتك على السؤال، يمكن هستكمل السؤال اللي طرح قبل دون بأن الاختلافات داخل الحرب ده حرب يعني خرجت عن السيطرة، فهناك حالة ارتباك، هناك خسائر كبيرة وأهداف لم تحقق، وفي الدفع باستمرارية الحرب، واستمرارية الحرب لها تكلفة كبيرة جدا سواء كان اقتصاديا أو عسكريا، ويمكن يكون برضو توزيع أدوار داخل القيادة الإسرائيلية. على الجانب الآخر، الخلافات اللي شايفينها الآن بين الموقف أو بين الرؤى الإسرائيلية والرؤى الأمريكية، يمكن السياسة الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط وخاصة إسرائيل لها محددات ثابتة، الحفاظ على إسرائيل وعلى أمنها ودعمها بأنها تكون طبعا قوة تفوق القوى العربية مجتمعة. في البداية كان طبعا انحياز كامل، دعم لا محدود عسكريا وسياسيا، شايفين كمان ان يمكن البنتاغون ساعد اسرائيل في خطه الحرب، طبعا موافقه صريحه ودعم كبير جدا من الولايات المتحده الامريكيه في بدايه الحرب. الان شايفين ان المواقف دخلت مرحله تانية، لان طبعا اطاله امد الحرب بيفرض معطيات ومتغيرات جديده في مراحلها المختلفة. شايفين بايدن في لغة الخطاب اختلفت شوية، أكثر حدة، لأن شايف أن الحرب واخدة مسارات أخرى يمكن تخرج عن السيطرة. إطالة أمد الحرب والصراع إبادة جماعية، كارثة إنسانية، طبعا هيكون لها تداعيات كارثية خطيرة جدا، على مش على إسرائيل ولا على المنطقة كلها. وشايفين كمان أن بدأت هناك أن في متغير جديد، بأن الدولة الوظيفية اللي هي إسرائيل أنها دولة وظيفية حامية للمصالح الأمريكية، لا، هناك أصبح الآن بعد تداعيات هذه الحرب اللي بدأت تظهر تداعياتها ومؤشراتها، بأن إسرائيل أصبحت عبء على الإدارة الأمريكية وعلى الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا الدعم اللامحدود والدعم المالي والعسكري، إلى جانب كمان أن بدأت هناك تهديدات للمصالح الأمريكية من قبل الحوثيين وحزب الله، وكان آخر حاجة هو الهجوم العسكري على القاعدة الأمريكية على الحدود السورية الأردنية. طيب دكتور فاتن، يعني من هذا الكلام إلى أي مدى يمكن أن يكون للولايات المتحدة الأمريكية ضغط في الأيام المقبلة على إسرائيل، إضافة إلى الموقف الأوروبي الرافض أيضا لهذه العملية البرية؟ يعني إلى أي مدى يمكن أن يؤثر ذلك على قرار إسرائيل بتنفيذ عملية برية في رفح؟ هذه الخلافات اللي احنا قلنا عليها لا تمنع أن الإدارة الأمريكية
موافقة على العملية العسكرية، ولكن طبعا وفق معادلة صعبة جدا، بأن هي موافقة على العملية العسكرية ولكن بحماية المدنيين، ودي معادلة صعب تنفيذها أو صعب تحقيقها الحقيقة. لكن هذه الخلافات لا تؤثر على الموقف الأمريكي الداعم لإسرائيل في حربها على غزة. هناك طبعا مصالح مهددة سواء كانت الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي، ويمكن اللافت للنظر من خلال الموقف الأوروبي، لماذا لا يضغط الاتحاد الأوروبي على إسرائيل؟ لأن هناك مصالح مهددة في المنطقة، مصالح للاتحاد الأوروبي، أمن الطاقة في المنطقة، أمن الملاحة الدولية في المنطقة، وده بيأثر على الاقتصاد العالمي اللي هو بيعاني أساسا من أزمات طاحنة. فبالتالي الموضوع كارثي، ولكن ربما إسرائيل تكون خرجت عن نطاق السيطرة والضغوط. طبعا احنا عندنا الانتخابات الأمريكية بعد 9 أشهر، وده طبعا ورقة ضغط بالنسبة لإسرائيل على الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن يعني من غير المقبول أن يقدم الشعب الفلسطيني على مذبح الانتخابات، سواء كانت الانتخابات الأمريكية أو الانتخابات الإسرائيلية واستمرار نتنياهو في الحكم. هنعود لحضرتك مرة تانية دكتور فاتن، لكن بناخد كمان وجهة نظر أخرى. بينضم إلينا على الهواء مباشرة دكتور أحمد فؤاد أستاذ الدراسات الإسرائيلية. دكتور أحمد بعد التحية، يعني خلينا في البداية نسأل عن السند والمحرك، سواء من التراث أو من يعني في الديانة اليهودية، ما يعني يدفعها للاستمرار في هذه الحرب والإصرار على كل هذه الجرائم الوحشية تجاه الفلسطينيين على مدار ال4 أشهر الماضية. يعني بعد تحية لحضرتك أستاذ علاء وللدكتورة فاتن وللمشاهدين، الحقيقة محاولة تحويل هذه الحرب إلى حرب دينية أعتقد هدف إسرائيلي، لكن في هذا لي للديانة لكي تتحول إلى قومية. الأغلبية في إسرائيل من غير المتدينين، ومن بين المتدينين أقلية هم يمثلون المستوطنين، لا يمثلون سوى 5% من جملة السكان. هؤلاء اختطفوا القرار السياسي في إسرائيل، استغلوا ضعف نتنياهو وطردته في الفساد، وعلى هذا قرروا ان الاستيطان وصيه دينيه، الاستيطان في ارض اسرائيل الكامله هو وصيه دينيه، فبالتالي هم يحاولون التاكيد على انه يمكن اعاده استيطان غزه، بان 1% المتبقي من فلسطين التاريخيه لا يجب تركه للفلسطينيين الذين هم في الاساس لاجئين من النقب ومن فلسطين قبل ال 48. فعلى هذا يحاولون التخلص من السكان لتنفيذ ما قالوه منذ البداية، أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. الحقيقة الوقائع كلها تثبت بأن الشعب متمسك بأرضه، يعني لولا أن الشعب موجود في هذه الأرض ما كانش هذه الإبادة ليل نهار تجري، ما كانش الأمم المتحدة أتت وطالبت بإدخال الإغاثة التي تقوم إسرائيل بإعاقتها طارة بقصف المعبر من الجانب الفلسطيني، وطارة بالتأكيد على ضرورة تفتيش الشحنات خشية أن يتم قصفها واستهدافها. وعلى هذا استهدفت أيضا الأونروا وخالد غوث اللاجئين وتشغيلهم القائمة منذ 48. كل العالم يقول أن الاستيطان غير شرعي، لكن المستوطنين حاليا يقومون بالتنكيل بالفلسطينيين في الضفة، يقومون باقتحامات في الأقصى، والعالم المنافق يصمت على هذا على الأقل من 29 ديسمبر 2022. إذا كان هناك رفض لاستهداف المدنيين فيجب أن يكون الحديث عن كل المدنيين. إذا كان في موبقات خطايا فلماذا لا نطلق الموبقات والخطايا الخاصة بالاحتلال؟ لا حماية ولا حصانة للاحتلال. حاليا المشهد اللي احنا فيه وصلنا فيه ان في مجتمع دولي يراجع حساباته على ضوء تهديد ممرات التجاره العالميه، في ضوء الفيتو المصري على المخطط الاسرائيلي.
نعم دكتور أحمد، يعني لابد أن نتحدث أيضا عن موقف الداخل الإسرائيلي والمجتمع الإسرائيلي يعني تجاه إعلان إسرائيل وإصرارها على عملية برية في رفح الفلسطينية، يعني في أي وقت متوقع أن يحدث ذلك؟ هنا دور المجتمع الإسرائيلي والداخل الإسرائيلي ورد الفعل تجاه هذه التصريحات المتواصلة من الحكومة الإسرائيلية مؤخرا. يعني بكل تأكيد نتنياهو أفلس، نتنياهو فشل أمنيا، لا مصداقية له لدى قطاع كبير من المجتمع الإسرائيلي، يتشككون في قيادته، فعلى هذا هو أيضا يبادلهم هذا الشك فيكون من يتظاهر ضده، بل ويفتش الوزراء ورئيس الأركان قبل الدخول لاجتماع الحرب خشية أن يكون لديهم جهاز تسجيل. التسريبات لهذه الجلسات يومية، المستوى السياسي يسرب ما يعتقد أنه يفيده، وأن المستوى العسكري هو الذي قصر وهو الذي أدى بنا إلى هذا الفشل، فشل في تحقيق أهداف الحرب، الفشل في إيقاف المقاومة عن استمرار رشقتها، المقاومة التي توقع كل يوم أعداد من القتلى والمصابين في صفوف قوات الاحتلال، مما استدعى ان يكون هناك استدعاء لفتره هي تمتد لاربع اضعاف الفتره الحاليه لقوات الاحتياط، ما يزيد في بله ان الجانب الاسرائيلي المجتمع الاسرائيلي يستشعر بانه لا توجد عداله في الاخطار، في مجموعه لا يتم تجنيدها، في مجموعه يتضاعف لها فتره التجنيد لاربع فترات عن الفترة الحالية. دكتور أحمد، يعني على ذكر مجلس الحرب الإسرائيلي وما يحدث مؤخرا، هناك أيضا تسريبات كما ذكرت تشير إلى عدم اتفاق في أعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي تجاه العملية البرية المزمعة التي يتحدثون عنها في الأيام الأخيرة في رفح الفلسطينية، إلى أي مدى تعتقد أن هذا التسريب يشير بالفعل إلى اختلاف في الرؤى وعدم اتفاق في مجلس الحرب الإسرائيلي، أم هو مجرد توزيع أدوار كما يراه البعض؟ لا لا، هو طبعا خلاف عميق وحقيقي عبر عنه رفض نتنياهو لطلب بلينكن حضور جلسة مع رئيس الأركان منفردة. كان المتبع في الجولات السابقة أن يكون هناك لقاء في مجلس الحرب ويستمع من رئيس الأركان وزير الخارجية الأمريكي، يستمع لإحاطة في وجود باقي أعضاء الكابينت اللي هم خمسة. فهذه المرة تشكك نتنياهو في نوايا بلينكن، تشكك فيما سيقوله رئيس الأركان لوزير الخارجية الأمريكي، وطلب وأصر على حضور هذه الجلسة، وبالتالي أصبحت ثلاثية وليست ثنائية. يعني في ضوء هذا أنا في جملة ختامية أتوقع أن تكون كل هذه الجلبة كما هي الجلبة التي تتعلق بإغراق الأنفاق. هذه حرب نفسية لجعل المفاوضات أكثر يسرا غدا في القاهرة، وسيكون غدا يوم حاسم في لجم هذا العدوان من خلال القاهرة ومواقفها الداعمة للحقوق الفلسطينية. نعم دكتور أحمد فؤاد، أستاذ الدراسات الإسرائيلية، كنت معنا على الهواء مباشرة، شكرا جزيلا لك. ونعود لضيفتنا في الاستوديو دكتور فاتن عوض، أستاذ العلاقات الدولية. دكتور فاتن، يعني تحدثنا عن هذا الخلاف، وكما يراه دكتور أحمد فهو خلاف حقيقي وموجود بين أعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي، وتحدثنا أيضا عن خلاف بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية مؤخرا حول ما يحدث في قطاع غزة. يعني إلى أي مدى تتوقعين في ظل يعني كل هذه المعطيات والمعلومات أن تقوم إسرائيل بالفعل باجتياح بري وعملية برية في رفح، وهي الملاذ الأخير للفلسطينيين بعد 4 أشهر من الأعمال والجرائم الوحشية تجاههم من قبل إسرائيل؟
هو على الرغم من ان في خلافات بالفعل داخل القياده الاسرائيليه ومجلس الحرب الاسرائيلي، يمكن بيرجع لاسباب كثيره. اولا عدم تحقيق اي من اهداف الحرب على مدار الايام، على مدار الخمس شهور خلال فترة الحرب، إلى جانب كمان أن الدخول أو العملية العسكرية في رفح هتكون عملية صعبة جدا. أولا لها يعني لها تداعيات كارثية أمنيا وإنسانيا. طبعا ده يعني المجتمع الدولي على الرغم من أنه بيحذر، إلا أن هيكون له تداعيات كبيرة جدا على إسرائيل وعزلة إسرائيل، كارثة إنسانية كبيرة جدا. وده اللي احنا شايفينه في المظاهرات اللي بنشوفها في عواصم الدول الغربية المختلفة. كمان ان المقاومة الفلسطينية حماس لا زالت تمتلك 70% من قدراتها العسكرية، فبالتالي المواجهة في رفح هتكون صعبة جدا على المستوى الأمني، ولذلك هناك خلافات. أنا قلت إن في خلافات فعلا موجودة، علشان حرب طويلة على امتدادها الطويل هيكون في خلافات، لأن ما تمش تحقيق أي من الأهداف. الخلاف يعني فهتكون المواجهة صعبة جدا وهتكون كارثة إنسانية. المجتمع الدولي مطالب بأن الشعور بالقلق والتحذيرات يحذر من المجتمع الدولي. المفروض ممارسة الضغوط فعلية وعملية على الإدارة على إسرائيل. يمكن شايفين في خلافات في الرؤى مع الولايات المتحدة الأمريكية. أوراق الضغط اللي بتمارسها الولايات المتحدة، أين ممارسة الضغط على إسرائيل؟ عملية التحذير يعني إحنا منتظرين لما تحصل الكارثة الإنسانية. لم ينعقد مجلس الأمن حتى الآن بجلسة طارئة في مواجهة الكارثة الإنسانية. 1,300,000 هيتم يعني ينتظروا لحظة إعدام جماعي أمام مشهد مروع أمام العالم كله. صحيح. فلابد يعني من ممارسة الضغط، ضغط حقيقي، ويمكن ده اللي احنا بنأمل فيه في اجتماع القاهرة غدا إن شاء الله. يعني بتوقعات حضرتك دكتور فاتن، يعني ما الذي يمكن أن يردع إسرائيل لعدم تنفيذ عملية برية كهذه؟ اولا يعني هناك اوراق ضغط كثيره تمتلكها القوى الاقليميه العربيه. مصر لديها اوراق ضغط. طبعا في تهديدات للامن القومي المصري بشكل مباشر. يمكن معاهده السلام المصريه الاسرائيليه بان بتمنع او بيتعهد الطرفان بعدم يعني الدخول بالتهديد باستخدام قوة. صحيح. او التهديد بها ضد الطرف ضد الاخر بشكل مباشر او غير مباشر. لا، ده تهديد مباشر. فالقاهرة طبعا في بيان الخارجية ان الخيارات كلها مفتوحة، وطبعا مواجهة هذا التهديد على حدودنا الشرقية. الى جانب الدول العربية، يعني عندنا المملكة العربية السعودية برضو، يعني مصر قامت بدور كبير طبعا دبلوماسي في عملية التهدئة ووقف اطلاق النار وادخال المساعدات بشتى الطرق الحقيقة. وعندنا الدور والدور السعودي في هذه الأزمة. طبعا احنا شايفين زيارة بلينكين كان في الأسبوع الماضي للسعودية بعملية التسريع بتسريع عملية التطبيع مع إسرائيل في ظل هذه الأزمة وفي ظل هذه الظروف العصيبة الحقيقة. ولكن كان موقف السعودية كان داعم للقضية الفلسطينية، رفض عملية التطبيع إلا بشرط أساسي، وهو حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية، دولة مستقلة ذات سياسة. صحيح. طيب. وليس حكم ذاتي. صحيح. طيب دكتور فاتن، يعني في ظل هذا التصعيد يعني الشديد من قبل إسرائيل وتهديدها حتى بالإصرار على عملية برية في رفح الفلسطينية، ما زال هناك حديث عن حل الدولتين ووقف إطلاق النار؟ السيناريوهات يعني متعددة الحقيقة. يعني ربما في سيناريو متشائم اللي هو إصرار نتنياهو باستمرار العملية وتنفيذ العملية العسكرية في رفح، وده هيكون سيناريو أسود على المنطقة كلها الحقيقة. ويمكن هتتسع دوائر الصراع وبؤر الصراع في المنطقة كلها، سواء كان إيران أو الحوثيين في اليمن، وبؤر كامنة من الصراع. منطقة الشرق الأوسط هي منطقة يعني فيها متعددة الصراعات ومعقدة الصراعات، فكل ده هيمثل كارثة كبيرة جدا. ويمكن هنصل يعني لو تم السيناريو الأسود ده اللي طبعا لا نتمناه أبدا، إن يعني احنا ممكن نوصل لحرب عالمية. طبعا عندنا
صراعات كبيره في المنطقه، والمنطقه بتعاني اصلا من تعقيدات وصراعات مستمره ومزمنه، فالعالم مش بحاجه يعني لا يتحمل حرب عالميه ثالثه. من مسؤوليه الاداره الامريكيه الحقيقه تجاه هذه الازمه بحل هذه الازمه، وقف العدوان الاسرائيلي والهجوم الاسرائيلي اللي ممكن يهدد، ده اكيد ان هو هيهدد مصالحه وهيهدد مصالح الداعمين لها، سواء كان الاتحاد الاوروبي، وربما يعني احنا شايفين دلوقتي ان في متغير او في تغيرات في بعض دول الاتحاد الاوروبي. بريطانيا بتتعهد للسعوديه بان الدوله المملكه العربيه السعوديه بانها داعمه لحل الدولتين، وفرنسا منحازه لهذا الامر برضه. ولكن حل الدولتين، دولتين بدون شعب، احنا يعني احنا بنبيد اباده كامله للشعب. حل الدولتين بعد انتهاء الحرب، لا، احنا محتاجين ضغوط حقيقيه وفاعله وتحمل الجميع مسؤولياته، سواء كان القوى الاقليميه او الولايات المتحده الامريكيه والموقف الصيني. احنا شايفين الموقف الصيني حذر ومترقب، مش شايفينه فاعل. شايفين موقف روسيا في قوه، يعني احنا مش هنعول بس على الولايات المتحده الامريكيه، لان احنا قلنا محددات السياسه الامريكيه بانها داعمه لاسرائيل، وفي قيود على اسرائيل او التزامات، هنقول التزامات على الولايات المتحده الامريكيه تجاه اسرائيل. واسرائيل الان بتضرب عرض الحائط كل، سواء كان المجتمع الدولي او القانون الدولي الانساني وكافه المواثيق الدوليه الحقيقه. طيب دكتور فاتن، يعني ده بالنسبه للسيناريو في حال يعني نفذت اسرائيل هذه العمليه البريه ما تهدد به في الايام الماضيه. يعني ربما يكون هناك سيناريو اخر لما نتحدث عن الشعب الفلسطيني الذي يصمد امام كل هذا العدوان حتى اللحظه، المقاومه الفلسطينيه، يعني ماذا يمكن ان تفعل في الايام القادمه؟ قبل ما ننهي السيناريو، احتماليه الهجوم على رفح الفلسطينيه هيكون في خسائر كبيره جدا 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 وعواقب كبيره وتداعيات كبيره على الجيش الاسرائيلي، لانه هيواجه مقاومه عنيفه وهتكون مجازر كبيره. زي ما قلت لحضرتك هيكون في تداعيات امنيه وتداعيات عسكريه، ومش هيتحقق الهدف اللي هو الغير معلن، سواء كان بالتهجير القسري للفلسطينيين وهم متمسكين بارضهم الحقيقه، وقرروا ان هم هيموتوا في سبيل ارضهم ووطنهم. السيناريو الاخر اللي احنا طبعا بنامل وبنتوقع انه يكون ان شاء الله هو في الفتره القادمه، ان تنجح المساعي والجهود الدبلوماسيه المصريه في عمليه التهدئه ووقف العمليه العسكريه واقناع اسرائيل بتحقيق الهدف اللي هو المعلن بتحرير مزيد من الرهائن بالمساعي الدبلوماسيه الحقيقه. ويمكن مصر بتقوم بدور كبير جدا بالتنسيق مع القوى الاقليميه في عمليه التهدئه، وكمان بتسعى لعمليه التسويه، ويمكن ده نجحت فيه في عمليه الهدنه الانسانيه اللي كانت صحيح خلال ايام، وكانت بتامل القاهره في البناء على هذه الهدنه، ولكن اسرائيل طبعا استكملت عملياتها العسكريه. فنامل في نجاح اللقاء او المؤتمر اللي هيكون في القاهره، بان يكون هناك عمليه تهدئه ويعود الفلسطينيين للقطاع وتتم حل الدولتين، لان دي فرصه كبيره جدا لحل الدولتين والاعتراف بالدوله الفلسطينيه، لان قيام الدوله الفلسطينيه هيكون في صالح اسرائيل وفي صالح المنطقه، لان لو في هناك دوله في هناك مسؤوليه فهيكون في سلام للمنطقه ان شاء الله. ان شاء الله. دكتور فاتن عوض، استاذ العلاقات الدوليه، بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا. شكرا. مشاهدينا بنشكركم ايضا على المتابعه، مستمرين معكم على شاشه النيل للاخبار، تغطيتنا الاخباريه مستمره على مدار الساعه، ابقوا معنا.